معي من دبي الصحفي الرياضي سامي إمام. مساء الخير، أهلا بك معنا. ماذا تعني هكذا قرعة اليوم مع كل هذه المواجهات التي صنفها العديدون بأنها من العيار الثقيل؟ ماذا تعني للفرق؟ مساء الخير. هو بكل تأكيد تتحدث عن دور الثمانية اللي هي أقوى بطولة للأندية، فبالتالي شو ما كانت المواجهات راح تكون مواجهات قمة. اليوم يمكن الجميع كان، بعض الفرق كان يريد الهروب منها، يريد الهروب من ريال مدريد، يريد الهروب من برشلونة، من السيتي، لذلك الجميع كان توجس. ما أسفلت عنه القرعة هي نتيجة حظ، يدين أندريه شفشينكو هي التي سحبت هذه الكرات ووزعت حظوظ الفرق. لكن فيما يخصنا حقيقة، يمكن ليفربول يكاد يكون برغم مواجهته مع السيتي، لكن لأنه يعرف السيتي أعتقد أنه هو سعيد على اعتبار أنه لن يواجه ريال مدريد أو برشلونة في هذا الدور. ربما يا على أنه ماذا؟ لأنه يعرف السيتي تماما وفاز عليه في الدوري، تبادل الفوز في الدوري، وبالتالي قد يرى فريق ليفربول وإدارة ليفربول أن مواجهة السيتي أهون من مواجهة ريال مدريد وبرشلونة. لكن في رأيي السيتي يبقى أحد ثلاث فرق مرشحة لللقب إلى جانب ما ذكرناهم، ريال مدريد وبرشلونة. لذلك المواجهة في دوري أبطال أوروبا ستختلف عن المواجهة في الدوري مع ليفربول. نعم. طيب بالفرق الأخرى اللي أسفرت عنه طبعا القرعة، برشلونة مع روما، إشبيليا مع بايرن ميونخ، يوفنتوس مع ريال مدريد، أي هؤلاء ستكون الأصعب؟ أي هذه المباريات المواجهات ستكون الأصعب والأكثر حساسية؟ اليوفي وريال مدريد بكل تأكيد، لأنه كلاهما فريق كبير، تبادل الفوز أكثر من مرة. آخر مواجهة جمعتهم فاز ريال مدريد باكتساح 4-1 في نهائي 2015. ومن سوء حظ يوفنتوس ان مباراه الذهاب التي ستقام في تورينو غيب عنها المهدي بن عربيه ومير عالم بيانيتش بسبب تراكم الانذارات، لذلك سيلعب بدون اهم مدافع واهم لاعب ارتكاز، وهذا قد تكون ضربه قويه له سيما وانه يلعب على ملعبه. اعتقد ان الحضور، الخبره، التخصص، الغيابات ستؤثر على اليوفي لمصلحة ريال مدريد في اتجاهها نحو لقب ثالث على التوالي. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة من دبي، الصحفي الرياضي سامي إمام.